صباح الخير عليكم، واهلا بكم. حلقه جديده من هاني موريان في بلاد الامريكان، ودي حلقه على السريع، مش ما تعتبرش حلقه بس يعني كلام في المطلق. خلاص النهارده الانتخابات، والنهارده اللي هو يكرم المرء او يهان زي ما بيقولوا، يعني يا اما هنكمل في السنين بيسموهم العجاف اللي هم احنا يعني مستمرين فيهم من 4 سنين، يا ممكن نرجع للسنين اللي هي كانت فيها خير وبركة اللي هو من 2016 ل 2020. فيعني كل واحد حر في صوته، طبعا كل واحد ليه انه يصوت او ملهوش انه يصوت، ليه انه يصوت للديمقراطيين، ليه انه يصوت للجمهوريين. انا ما طبعا بلد فيها حرية كاملة وفيها freedom of speech زي ما بيقولوا، وانا هنا مش اعمل الفيديو علشان يعني مش هبوش للحزب بتاعي اللي هو الحزب الجمهوري، كله عارف ان انا جمهوري. لكن انا هنا بقول لك انزل انتخب، حتى لو انت عايز ديمقراطيين انزل انتخب، صوتك امانه بمعنى اصح، لان صوتك عشان بكره بعد ما تجيش تقول ان ايه يا ريتني كنت نزلت، يا ريتني كنت عملت. لسه في فرصة، لسه دلوقتي الساعة 10 أو 11 بالتوقيت الشرقي لأمريكا. احنا طبعا المركز الاقتراع في فيرجينيا مثلا هنا بدأت من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 7 بالليل. انا لسه ما انتخبتش، انا مستني بس مريم تخلص شغل ونروح مع بعض. فيعني كل اللي عنده حق التصويت يروح يصوت، حتى لو ما سجلتش انت بتروح للمركز المدرسة او المركز الاقتراع بتاعك اللي حوالين المنطقة بتاعتك، وتدي لهم اللايسنس، الدرايفر لايسنس بتاعتك او الاي دي بتاعتك، و يعني يسجلوك رايد اواي وتنتخب. الانتخابات طبعا كل واحد، لو انت حابب الحزب الجمهوري بتاخد، في ناس بتبقى واقفه على الباب بتدي لك شيت زي كده مثلا بورت فيها اكزامبل او فيها مثال ازاي تصوت، ولازم تلف على الخان، يعني كل خانة انت عايز تصوت لها لازم تظللها كلها، يعني ما تعملش عليها من صح، لا تظللها كلها، لان دي بتبقى اجهزه بتتحط فالجهاز بيشوف الداتس دي يعني او النقط دي. يعني طبعا الولايات اللي هي حديد الديمقراطيه معروفه والحديد الجمهوريه معروفه، دلوقتي الرك كله على ال7 ولايات اللي هي مترجحه ما بين بنسلفانيا ونورث كارولاينا جورجيا، وممكن دول اهم 3 على فكره. نورث كارولاينا كانت من معروف من زمان انها ريبوبليكان، بس علشان الهجره الداخليه طبعا الناس كتيره بتسيب نيويورك وبتروح، او بتسيب الولايات اللي هي الكبيرة كاليفورنيا او نيويورك او حاجات زي كده وتروح على نورث كارولاينا عشان كانت ارخص، دلوقتي طبعا ما بقتش رخيصة، بس عامة الهجرة دي حصل عملية التغيير الديموغرافي للناس اللي عايشة، والناس اللي طبعا كان بتدي للجمهوريين بعد كده دلوقتي بيت اصبحت ولاية متأرجحة، وبالتالي نفس الشيء بالنسبة لبنسلفانيا. يعني حتى فيرجينيا كان زمان جمهورية، بس طبعا كون ان فيرجينيا بارت من الدي سي او الديستريك اوف كولومبيا، طبعا بتخلي تأثير العاصمة تأثير جامد عليها. طبعا انا هنا مش بقول، طبعا في فيديوهات كتيرة، ناس كتيرة اكتر مني في الشرح والشرح الوافي. طبعا في برضو ميشيغان وفي ويسكونسن وفي اريزونا وفي نيفادا، دول برضو من الولايات المتأرجحة. فكل واحد في الولايات دي عايز حد معين ينزل ينتخب، انزلوا انتخبوا. حتى كمان مش الرئاسة بس على فكرة، يعني في السينتس وفي الهاوس اللي هو المجلس الشيوخ ومجلس النواب، دول مؤثرين جدا، مؤثرين كمان اكتر من الرئاسة، لانك انت خلي بالك لو انت ديمقراطي دلوقتي او وجه مثلا ترامب، هيبقى التأثير، هيبقى التأثير التشريعي او اللي هم المجالس التشريعية زي مجلس النواب مجلس الشيوخ، هم اللي هيبقى تأثيرهم اكبر لو حد حب، يعني مثلا يعني
لما هارس لما بايدن عمل الموضوع ال 10,000 فورجيفنس للستودنت لون، رفضوه النواب، رفضوه النواب، مش هو يعني، هو لان هو ما يقدرش يدي مشروع كده وخلاص، لازم يدخل. هو ليه حاجات معينه يعني، في اكزكتيف اوردرز معينه ممكن هو زي دخول حرب او حاجات زي كده. بس عامه لو انت مش عاجبك الدولة ده، انت ادخل اختار النواب بتوعك، ودي اللي هو بيسموها ايه، يعني اضعف الايمان يعني مثلا. فانزل انتخب، ما تكسلش. عايز تدي الحزب الاخضر، ادي الحزب الاخضر، مع ان انا مش شايف ان ده ليه اهميه اكتر من انك انت بتبوظ صوتك يعني. فانت صوتك مؤثر، صوتك دي حاجه بتكفلها لك البلد دي. اول ما بتاخد السيتيزن شيب دي حاجه يعني، حاجه من الحاجات، الحاجه الوحيده اللي هي ممكن ما يعني ما بتاخدهاش انك انت لما تاخد السيتيزن شيب، انك انت ممكن تترشح او تترشح للرئاسه، لازم تبقى مولود هنا يعني. دي من ضمن الحاجات اللي بيقول لك لازم تبقى مولود هنا. لكن من الحاجات اللي هي انك انت ترشح او تصوت للرئيس او النواب او المجالس التشريعيه او حتى المحليات زي البورت او المايرز او العمده او المحافظ او الحاجات اللي زي دي كلها، انت في ايدك انت تصوت فيها يعني، ما تسيبش حقك يعني. ده اول جزء عشان ما حدش يقول ان انا ايه يعني. بس انا قلت في البدايه ان انا مش هقول حد عن قبل حد، او مش هقول لك، مش هاثر عليك يعني. لا، بس انا في الجزء الاخير هاثر يعني. ربنا يسهل يا رب. هي الارقام فيري كلوز ايتش اذر على فكره، وهي كلها توقعات، خلي بالك، من غير الناس اللي بتنزل يعني. وانا دايما بقول ان استطلاع الراي دايما ما لهوش اي قيمه، لان اولا بتبقى اغلب الشركات او اغلب المؤسسات اللي بتعمل استطلاع الراي ده بيبقى مؤسسات اساسا ليبراليه او مياله شويه للديمقراطيين اكتر من هي الريببليكان، فهي مش هتبقى تدي الارقام اللي هي الاكشوال رايت نمبرز يعني. ربنا يستر. انا مش عايز خلاص الاربع سنين، مش عايز الديمقراطيين ينجحوا، لان الاربع سنين اللي فاتوا دول كان صعبه جدا، صعبه جدا جدا. اسعار عاليه، الايجارات عاليه، الهجره، الكميه البشر اللي دخلوا. انا ما انا انا مهاجر ماي سيلف يعني، انا عشت هنا اكتر ما عشت في مصر، بس انا دخلت بالطرق الشرعيه، مش بطريقه الهجره اللي حصلت دلوقتي. وبعدين المشكله الرئيسيه في الناس دول اللي هم بيدخلوا هجره كده، او بيدخلوا عن طريق المكسيك والبورترز والحاجات دي كلها، مشكلتها الرئيسيه ان هم ما فيش ايدنتيفيكيشن ليهم، او ما فيش حاجه تعرفهم بيها يعني. فما فيش اي دي ولا باسبور ولا بتاع، لان بيدخلوا مهربين. فالجرائم بتكبر، الجرائم بتزيد. فاكرين، مع احترامي لاخواتنا اخواتي السودانيين يعني، ما اقصدش حاجه، بس كان في مشكله كبيره حصلت في مصر ساعه بدايه الحرب السودانيه، لما قالوا ان ناس كتيره من السودانيين بينزلوا، عملوا رفع للايجارات في مصر بطريقه رهيبه، لان هم كانوا بياخدوا كل اي سكن بياخدوه بيعلوا في الايجار فيه عشان ياخدوه، وبعد كده بيبقى عايشين بالفاميليز بالاثنين والثلاثه. نفس الشيء حصل هنا في نيويورك، اغلبها في الولايات او المدن الكبيره، الستيتس زي نيويورك مثلا، كميه الناس اللي دخلت تاخد اشغال الناس الثانيه، وتاخد لان في نيويورك اغلبها بيبقى كاش، فهم يستسهلوا ياخد اي حد وياخدوا مثلا ويعلوا ايجارات، علوا ايجارات جامد جدا جدا. دي من ضمن الحاجات اللي انا شايفها سلبيه بالنسبة للحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي لو انت هتبص على ناحية السياسة الخارجية، وش انا بقول لك ان هي قلتها قبل كده وهقولها قبل كده هقولها تاني يعني، ان هم وجهين لعملة واحدة. اللوبي اليهود يعني، مش عايز اللوبي يهودي هنا مسيطر على العملية دي، مش حي يعني. اي رئيس من الرؤساء اللي هيجي سواء ديمقراطي او جمهوري مش هيأثر التأثير الجامد على الحرب هناك، لان هم بيعملوا بناء على ان هم البيزنس مانز اللي هنا ماشيين البلد معنا صح. فهو مش هتأثر، اللي هتأثر السياسة الداخلية، السياسة الداخلية هتتأثر. انا شايف ان ترامب راجل اقتصادي بحت، راجل بيعرف ينمو بالبلد دي،
على الاقل هنشوف فرق كبير في الاسعار، فرق كبير في السكن، فرق كبير في البيوت، فرق كبير في البيزنسز. بدل ما البيزنس تتقفل وبتقفل كتير، هتلاقي بيزنس بتستابلش تاني، بتبدا تاني، بتبتدي يعني بتدي تديلك مثلا فرص انك انت تبدا بيزنس. والله اعلم طبعا، الله اعلم ان كل برضو كل حاله، كل حاجه بحاله البلد، بحاله الاقتصاد. ف ربنا يستر ويجي لنا خير ما يمثلنا، لان البلد دي الصراحه يعني هي بلدي او بلدي الثانيه معنى صح، مش بعد بلدي الام، فانا عايش فيها واولادي اتولدوا فيها وتربوا فيها وعاشوا فيها وعايشين فيها وهيعيشوا فيها ان عشنا. فالخوف الخوف الكبير كله على تاثير الجيل الجديد، تاثير السياسه دي على الجيل الجديد. الديمقراطيين يا جماعه ما بيهمهمش، ما بيهمهمش. وبعد كده انك انت يدرك الاولاد في المناهج، يدخلوا مناهج لاولادك عن الجنسية، المثلية الجنسية والحاجات اللي زي كده، اللي احنا مش ماشية مع تقاليدنا وعاداتنا وديانتنا واي حاجة من الحاجات دي. دي في حد ذاتها صعبة صعبة. وبعدين هنا freedom of speech زي ما بيقولوا، فالاولاد هيقول لك لو حد من اولادك interesting في الحاجات دي واللي هو available في المدارس، العيال دماغهم لسه يعني لبنة زي ما بيقولوا، صغيرة لسه، فبتتشكل على حسب ما بيدرسوا لهم في المدارس. ف يعني أنا مثلا معايا حد من الناس معايا يقول لا، يعني ما يفتكرش مصر إنها مثلا بلد متحضرة أو حاجة زي كده، يقول لك كاملز والبيراميدز والفيروز والفراعنة والصحراء، ومش الصحراء صحارى يعني، صحراء مش سحر يعني، صحراء يعني، على حسب هم دي ستادي ات سكول زي ما بيقول لك، درسوا الحاجات دي في المدرسه، فهم ما عندهمش، عندهم التشكيل اللي هم التشكيل الدماغ ده في المدرسه من الصغر. فلا قدر الله لو حاجه حصلت زي كده ربنا يستر بقى يعني. دي نقطه سريعه، في يوم الانتخابات انزل انتخب، ما تكسلش، ما تبقاش حزب الكنبه. عايز الديمقراطيين يا عم هاتهم زي ما انت عايز، عايز الجمهوريين يعني على عيني وعلى راسي، وان شاء الله ربنا يولي اللي يصلح زي ما بيقول، وان شاء الله ربنا يختار لنا الصالح والاحسن اللي يدير البلد دي ويدبر امورها فيما هو احسن لينا ولاولادنا والاجيال الجايه. دمتم في صحه وسعاده وسلام وامان، وانتخبوا. سلام.